هذه الصلاه نقلت على اثير راجو مريم شيق كيف كتب الكتاب المقدس؟ لأنه هو موضوع الكلمة والكلمة هنا ليس الكتاب المقدس بورقه والخط الحبر المكتوب فيه ولكن الكلمة هو شخص الرب يسوع المسيح لأن يسوع في البدء كان كلمة وكلمة كان عند الله وكلمة كان الله إذا شخص يسوع المسيح هو الكلمة. الكتاب المقدس اللي بين ايدينا هو يكون مقدسا عندما ننفذه في حياتنا عندما نطبقه في حياتنا عندما نعرف كيف كتب ولكن ملء الكلمه هو الرب يسوع المسيح شخصيا الكتاب المقدس في حاجه اسمها الوحي وفي مجمع الفاتيكان الثاني كتير من المقاطع بتكلم عن الوحي طب ايه هو الوحي دايما بنسمع الكلمة كده الوحي 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 نعرف ايه هو الوحي الوحي هو اظهار ما كان مخفي اظهار ما كان مخفي فالله كان شو رويدا رويدا يظهر للاباء للانبياء ويكشف لهم رسالته أو يكشف لهم دعوتهم أو يكشف لهم ما يريد أن يكشفه لهم ده كل ده خصوصا في العهد القديم عندنا مثلا مثالين عشان نبقى عارفين فجأة بنلاقي في سفر التكوين 11 وبداية 12 إنه إبراهيم أبونا إبراهيم بيكلم مع الله لكن لا الله وصف نفسه ولا إبراهيم سأله أنت مين ولكن كأنه كان هناك كائن إبراهيم هو على علاقة معه وفجأة يظهر هذا الكلام على لسان إبراهيم والوعد من الله لإبراهيم إنه حيكون عنده نسل أدى عدد قمل البحر بعدين. عندنا قفزة تانية في التاريخ عندنا موسى ابتدى برضو موسى في العلية في في مصر في سيناء قال له ما تقربش لانه من من يرى الله موتا يموت ولكن موسى سمع صوته وشاف ظهره وهكذا رويدا رويدا مع الاباء والانبياء كان يكشف لهم شويه 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 هو مين عشان كده ساعات في الكتاب المقدس نلاقي اوصاف مثلا قاسيه عن الله نلاقي اوصاف غريبه عن اللي احنا بنعرفه في العهد الجديد لانه كان هذا هو تعبير الاشخاص اللي كانوا بيفكروا في الله بيتاملوا في الله و عايزين يكتشفوا هذا الاكتشاف تحقق في الرب يسوع المسيح ولذلك احنا انه كمال الوحي وملء الوحي هو شخص يسوع لانه قبل يسوع كان الوحي بيعد البشريه كلها بطرق مختلفه حتى عن طريق الحضارات الوثنيه للاستعداد لمجيء المخلص أو مجيء المسية عشان كده لما بنقرأ في أشعيا النبي عن يسوع المسيح المخلص عن العبد المتألم في الأربع مقاطع الموجودة في أشعيا عندما نقرأ إرميا عندما نقرأ حسقيال كلهم بيعدون لمجيء المخلص المسية المنتظر ولكن طالما جه الكلمة الذي هو شخص يسوع المسيح أصبح هذا المسيا هو ملء الكلمة ولا وحي بعده طيب احنا بنقول كمان الكتاب المقدس كتبه كتاب في العهد القديم مئات من الكتاب كتبوا في نصوص من العهد القديم وكثير مننا كثير منهم احنا مش عارفين اساميهم ينسب الى الانبياء الكتب بتاعتهم مثلا اشعيا ارميا حزقيال حبقوق والى اخره وهناك مئات من الكتاب الذين ساهموا في كتابه الكتاب المقدس في عهده الجديد والقديم طبعا عشان كده بنقول الكتاب المقدس هو يا ريت تحفظوا هذه الجمله هو عمل مشترك بين الله والانسان جوينت فينشر يعني الله يوحي والكاتب الملهم يكتب هو عمل مشترك وده ميزه الكتاب المقدس في المسيحيه انه ما هوش كتاب الله اللي كتبه ولا هو كتاب الإنسان كتبه ولكن هو الحاجتين مع بعض الله والإنسان هما مع بعض كتبوا الكتاب المقدس الله يوحي والإنسان الملهم يكتب خبرته الإيمانية مع الله وعشان كده الكاتب الملهم بيكتب بأسلوب اللي هو عارفه اللي هو تربى عليه كمان الاسلوب اللي الناس هتسمع له الناس اللي هيكتب للبيئه اللي هو بيتوجه لها هيكتب باسلوب تفكيرهم هيكتب باسلوب عايشينه عشان كده في العهد القديم بالذات لانه اتكتب على مر مئات من السنين بنشوف ازاي انه في كل مرحله تاريخيه الكاتب الملهم كان بيكتب للأشخاص دول للبيئه دي للظروف التاريخيه دي للاوقات دي اذا كانت اوقات حرب اوقات سلم اوقات توبه اوقات سبي والى اخره وعندنا مثل انه النصوص المكتوبه في اشعيا النبي مثلا من النص من اصحاح الاول في اشعيا لغايه اصحاح 36 اللي هو النصوص ما قبل السبي الى بابل تختلف عن النصوص المكتوبه بعد كده اثناء السبي الى بابل لانه في السبي يعني كان شيء مختلف وهناك الشعب العبراني واجه الوثنيه وواجه شعوب اخرى وواجه حضارات اخرى وواجه ايضا آآ آآ قصص أخرى عن بدء الحياة وبدء الخليقة وأشياء أخرى غير اللي هو كان متعود عليها لما كان في الأرض دي المقدسة فهنا حصل انفتاح نقدر نقول عليه للكتاب المقدس وبنشوف ازاي ان كل واحد بيكتب على حسب البيئة اللي النص نزل فيه عشان كده الكاتب الملهم آه بيكتب بطبعه مثلا هناخد في العهد الجديد لانه في العهد الجديد هو اوضح في انجيل متى متى لانه هو كان عشار يعني آه بي آه بيجلب العشور او الضرايب من الشعب العبراني ويديها للاحتلال الروماني ولكن كان محاسب كان متعلم ف وكان يهودي ولذلك إنجيلو متوجه لليهود اللي عايشين في الاراضي المقدسه اليهوديه وعشان كده بيستشهد كتير قوي بالعهد القديم عشان يذكر اليهود بان المخلص اللي هم كانوا منتظرينه المخلص اللي كان موعود به في العهد القديم قد جاء وتحققت النبوءات في شخص يسوع المسيح وأصبح يسوع هو المسيح إذا متى بيرتكز على نصوص العهد القديم بينما واحد تاني متعلم جدا أيضا وهو القديس لوقا كاتب الإنجيل الثالث وهو طبيب وفنان بيكتب بمشرط الجراح ويلخص في عدة أسطر زي مثلا مثل ابن الضال أو المعروف باسم الابن الشاطر ازاي في عدة أسطر بيكلمنا عن الرحمة الأبوية بكل تفاصيلها و لأنه كان يوجه رسالته دي إلى المسيحيين الموجودين في روما فما كانش عنده الهم اللي كان عند متى بانه يستعين بالعهد القديم كدير عشان يثبت لليهود انه المسيح قد المخلص قد جاء فعلا هو بيتكلم ناس في الاصل اغلبهم وثنيين ما سمعوش في العهد القديم ولا سمعوا النبوءات ولا سمعوا اي حاجه بل عندهم عادات وتقاليد مختلفه ويبشرهم القديس لوقا بالخلاص من خلال الرب يسوع المسيح اذا هو بيكتب باسلوب باسلوبه هو باسلوب الطبيب للشعب اللي هيسمعه الرساله المرجوه انها تصل, تصل الى هذا الشعب طبعا الالهام هو ليس عمل انساني ولكن هو عمل تحت مظله او تحت اداره اذا جاز التعبير الروح القدس هو الروح القدس الذي يحرك قلم او قلب او ايمان الكاتب الملهم وبالتالي هو يكتب الرساله اللي ربنا عايز يوصلها في العهد القديم كمان كان في حاجه اسمها التقليد الشفهي يعني ايه التقليد الشفهي؟ يعني القصص الروحيه تنتقل من الجد الى الابن ومن الابن الى الحفيد من الجده الى الحفيدات القصص اللي تروى وزي ما كلنا متعودين نسمع من اجدادنا من ابائنا قصص عن فلان عن علان عن القديسين عن حياه فلان عن تاريخ بلادنا أحاديث مروية وده بنسميه تقليد الشفهي ولذلك كل الكتاب كل النصوص اللي عندنا هي متجمعة في القرن ال 13 وال قبل الميلاد لما سليمان النبي والملك بنى الهيكل الأول في اورشليم. وعندما بنى هذا الهيكل جمع كل ما كتب او كل ما روي وهنا بدأ يكون في الكتبة اللي بنسمع عنه في, في الانجيل الكتبة هم اللي كانوا بيكتبوا بينسخوا كل اللي اتكتب. لذلك قبل هذا التاريخ كل ما هو هو تقليد شفهي او قصصات من الورق او من المخطوطات كانت هنا وهناك وجمعها النبي سليمان لما بنى هيكل سليمان فزي ما قلنا في القرن ال 12 وال 13 قبل مجيء المسيح فبالطريقة دي ابتدى يتجمع الكتاب المقدس في عهده القديم ثم في العهد الجديد ابتدت الكنيسة تميز ايه الكتب اللي, اللي هي موحاة بحق وبتسميتها الكتب القانونية واللي هي وصلنا النهاردة فكان في اناجيل كتير اكتر من 30 اربعين انجيل ويمكن اكتر كلها اساطير وتخاريف ولكن الكنيسة ميزت اربع اناجيل اللي هو متى ومرقس ولوقا ويوحنا لتكون هم من أربع روايات مختلفة تكون الإنجيل الذي باليونانية ايفانجيليون يعني البشارة السارة وبالتالي استطاع يكون عندنا إنجيل ثم كمان والرسائل وأعمال الرسل وعندنا اللائحة النهائية اسمها لائحة ميروتوري في القرن الثاني الكنيسة حطتها وهي الليحه الى الموجوده الى الان الى الان اللي بنسميها في العهد الجديد الكتب القانونيه اللي هي اللي وصلت لنا ان كان الاربع روايات في الانجيل العهد الجديد ان كان اعمال الرسل ان كان رسائل القديس بولس ان كان الرسائل الجامعه اللي بنسميها كاثوليكون او رؤيه يوحنا فكل ده في القرن الثاني كان استقر وكانت ميزة الكنيسة طبعا تحت إرشاد الروح القدس أن هذه هي الكتابات القانونية يعني كتابات صحيحة والتي تروي أو تتكلم إن كان في الأناجيل عن حياة الرب يسوع المسيح إن كان في أعمال الرسل تكلمنا عن حياة الكنيسة الأولى واهتداء بولس الرسول ومعجزات التلاميذ في الأيام الأولى للمسيحية وفي ايضا في الرسائل اللي هو رسائل آه بولس او الرسائل الجامعه اللي فيها حياه الجماعه المسيحيه ازاي عاشوها ازاي عاشوا اضطهادات ازاي راحوا هنا وهناك ازاي بشروا بكلمه بالفرح الصار بالخبر الصار للعالم كله ومن خلال آه النصوص دي آه اتكتبت وتجمعت زي ما قلت في الـ في الليسته او في القائمه اللي اسمها قائمه ميروتوري. ف ده تاريخ يعني نقدر نقول عليه تاريخ ملخص جدا عن كيف كتب الكتاب المقدس بالمعنى الشبه اكاديمي للكلمه. نرجع بقى لنقطه مهمه جدا وهو الكلمه اللي هو شخص يسوع المسيح وكيف علينا عندما نقرا النصوص الكتابيه ان كان في العهد القديم او في العهد الجديد نبحث عن يسوع في النص لا نبحث عن اشياء اخرى ولا نبحث عن روشتات ولا نبحث عن قصص وروايات ايوه الكتاب المقدس فيه تاريخ ولكن ليس هو كتاب تاريخ الكتاب المقدس فيه جغرافيا ولكن ليس كتاب جغرافيا الكتاب المقدس في بعض المقاطع فيه علوم ولكن هو ليس كتاب علوم هو كتاب روحي واي محاوله ل انه آآ بنحاول فيها انه نربط ما بين العلوم والكتاب المقدس بيكون المحاوله فاشله لانه الكتاب المقدس هو زي ما قلت موحى من الله وخبره الانسان الايمانيه مع الله ليس كتابا علميا بالمعنى الساينس يعني العلوم كما كما هو معروف فدي نقطه حبيت انه ننتبه لها لانه ساعات كتير بنحاول نحاول نطبق النصوص على العلوم او على التاريخ او على الجغرافيا او على غيره من العلوم ولكن كمان مره كتاب مقدس ما هوش لا كتاب تاريخ ولا كتاب علوم ولا كتاب جغرافيا هو موحى من الله وخبرة إنسانية إذا الكلمة اللي قلتها في الأول أن الكتاب المقدس هو عمل مشترك بين الله وبين الإنسان هو كلمة صحيحة وهتقولوا لي طب إزاي يعني الله كان ممكن يكتب الكتاب المقدس مش محتاج الإنسان لا الله دايما يحتاج الإنسان بل يشرك الإنسان في كل شيء مش بس في الكتاب المقدس قالك أن الله يشرك الإنسان في الخليقة عشان كده في زواج في رجل ومرأة وعلاقتهم الحميمة بتنجب يكون في سمر أولاد في المعجزات نشوفها يسوع عملها في أغلب المعجزات الموجودة في الإنجيل دايما في إشراك للإنسان في عرس قانا الجليل بنشوف ازاي كان في الخدم في العرس، الخدم دول هم من اعضاء الكنيسه. ازاي كان في التلاميذ في الخبز في الصيد العجائبي. ازاي في تكسير الخبز وسمكتين. ايضا التلاميذ بيقول لهم يسوع اعطوهم انتم ليأكلوا. اذا دايما الرب يشرك الانسان في كل عمل لانه كل عمل هو لخير انسان هو اظهار لمحبه الله للانسان ومحبه الله تقتضي احترام حريه الانسان ولذلك كان دائما الله في العهد القديم او يسوع في العهد الجديد يشرك الانسان في كل شيء خاصه في المعجزات وفي التعليم بالذات انه كان يشرح للتلاميذ الامثال اللي كان بيشرحها او اللي كان بيطلقها للناس البسطاء في عجاله هكذا كتب الكتاب المقدس، والكتاب المقدس يكون مقدسا عندما نحترمه زي ما قلت في الاول، ولكن انه نعيشه ويكون مقدسا لما نكون احنا كتاب مقدس مفتوح في العالم، احنا كتاب مقدس على رجليه في المجتمع في بلادنا الحبيبه في كل مكان نذهب اليه. نكون احنا اللي بندي الصوره الحقيقيه للكتاب المقدس ولذلك يؤلمني جدا عندما اذهب للافتقاد في بعض العائلات والاقي انه الكتاب المقدس عليه كوم تراب في المكتبه ويمكن عمره ما اتفتح او اتفتح يعني حاجات بسيطه جدا منه الكتاب المقدس هو علاقه آه الإنس الانسان بالله والبحث دايما عن الله وايضا البحث الله عن الانسان عشان كده الكتاب المقدس هو يتعدى الورق والحبر هو علاقه ولازم نعيش هذه العلاقه وما يكونش عليكم تراب او ما نعرفش عنه حاجه او يا تكون معلوماتنا على قد لما كنا اطفال في مدارس الاحد وده لو احنا لسه فاكرين ما يصحش انه يكون عن اطفال في الايمان ولكن ايماننا يثقل ودايما نقول ان ايماننا يثقل محتاج انه ينضج محتاج تربيه عشان كده يسوع المسيح كان دايما يتكلم بامثال ويشرح الامثال كان يسوع يهتم بالتعليم عشان كده بنشوف انجيل متى ازاي انه انجيل متى كله مرتكز على تعليم يسوع المسيح وفي خمس خطب كبار وما بين كل خطبة وخطبة ليسوع هناك بعض المعجزات أو بعض الأحداث التي كانت تتم إذا التركيز كان دايما على التعاليم مش على عاطفة مش يسوع حبيبي وأنا وحبيبي هو يسوع ولكن أن يكون الكتاب المقدس شيء معاش في حياتنا ونطبقه في كل أوصار حياتنا وبهذه الكلمات البسيطه نختم هذه الحقه واطلب من الجميع انه نصلي للروح القدس عشان يرشدنا للكلمه ويذكرنا بالكلمه روح القدس ويوشوش في ودننا ويذكرنا كل كلمه قالها الرب يسوع المسيح القائم والناهض من الموت امين. هذه الصلاة نقلت على أثير راديو مريم تابعوا راديو مريم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي www.radiomariam.org